بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وكلوا واشربوا. برنامج ندخل به أسواق الجزائر العتيقة منها والحديثة، أسواق الخضر، الفواكه، الأعشاب والثمار البحرية، ونسأل الناس عما يعرفونه عن قاموس الطعام والشراب في القرآن الكريم، أي الأطعمة والأشربة التي ذكرت في القرآن الكريم، ولماذا ذكرت هذه الأطعمة بالذات وليس غيرها من الأطعمة، وكيف أثبتت الدراسات العلمية الحديثة الآن أن لها منافع لا تعد ولا تحصى. سندخل أسواق الجزائر ونسأل الناس ماذا يعرفون عن طعام نبيهم صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يحب من الطعام، وماذا يعاف منه أيضا، ما هو طعام أهل الجنة، وما هو طعام أهل النار والعياذ بالله، وإلى غير ذلك من الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نحن اليوم في سوق حي العتيق بمدينة البليدة. سؤالنا اليوم مشاهدينا الكرام، ما هو الطعام الذي يجوز أكله ويحرم بيعه؟ تابعونا في هذا العدد مع مشاركينا كثر بحول الله تعالى. فاصل ونواصل. نعود إليكم مجددا مشاهدينا الكرام من سوق حي العتيق بوسط مدينة البليدة، ومع برنامجكم وكلوا واشربوا، ومع أول مشارك معنا في هذا العدد. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك إن شاء الله. واسمك الأخ؟ علي. علي. الأخ علي تسكن هنا في البليدة؟ نعم. الله يبارك. يعني تجي هنا للسوق هذا بزاف؟ أنا مربي هنا بسوق. نعم، أعطينا لمحة على هذا السوق. يعني سوق الحمد لله، لا غير الحمد لله، عامر ما شاء الله، عامر دائما كان فيها كل ترخيص، الناس قاعد تاكل، قال الحمد لله. الحمد لله. السوق هذا يسمى سوق حي العتيق. سوق العتيق. نعم، وسوق العتيق شحال عنده من مده هذا السوق؟ وين حتى قبل ما نزيدوا حنايا. الله يبارك ما شاء الله. انا سوق دي الناس يبيعوا تاع الجبل، يجيبوا مشريعه يبيعوا هنايا، مش كيما درك. نعم ما شاء الله. دعوة الله يبارك. الله يبارك ما شاء الله. ربي يصب عليهم ان شاء الله الخير، اللي يخدمونا ان شاء الله ربي يفتح عليهم ان شاء الله. احنا السؤال تاعنا تاع اليوم الاخ الكريم هو الطعام او الحاجه اللي يجوز علينا يجوز ناكلوها ويحرم علينا بيعها، وشنو هذه؟ هذه الحاجه هي كبش العيد. نعم، هو اللي نذبحوه ناكلوه بصح ما نبيعوش. علاش؟ هو كبش العيد. علاش؟ كبش العيد. نعم. ايه كبش العيد، اسمه كبش العيد. نعم، ما ينباعش. نعم، بارك الله فيك. هي اكيد هي اكيد انه الشيء اللي ما يجوز انه يجوز ما يجوز انه نبيعوه ويجوز ان ناكله هو كبش العيد. كبش العيد، لكن هو اكيد انه كاين ادله وكاين حاجه تثبت انه من الكتاب والقران والسنه. نعم. انه كاين دليل في القران والسنه انه ما يجوز. نعم ان شاء الله، باش تعرف الاجابه الصحيحه الكامله كامله تبع هذا العدد ان شاء الله، راك تعرف الاجابه الكامله ان شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، تابعوا هذا العدد مع مشاركينا اخرين بعون الله تعالى. فاصل ونواصل. نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام من سوق حي العتيق بمدينة البليدة، ومع برنامجكم وكلوا واشربوا، ومع أحد المشاركين معنا في هذا العدد. مرحبا بك. نعم، مرحبا بك معنا في هذا البرنامج. مرحبا. واسمك؟ محمد. الله يبارك. محمد. محمد تسكن تخدم هنا في هذا السوق؟ لا، كيما نخدم شي نجي نخدم هنا. الله يبارك ما شاء الله. عندك طاولة هنا يعني؟ وي. الله يبارك ما شاء الله. واش وقت تبيع؟ بيعتك
الله يبارك ما شاء الله العجائن، ربي يوفقك ان شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله ويوفق ان شاء الله. نعم نعم، احنا بما ان رانا في هذا الحي وهذا السوق العتيق، قلنا على هذا السوق وش فيه، وش كاين فيه، وقتاش، شحال عنده من سنه؟ والله يبارك، راه من وقت قبل فرنسا هذا السوق هذا راه موجود، من وقت يعني من وقت الاستعمار الفرنسي. اي نعم، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. الاخ الكريم، احنا السؤال تاعنا تاع اليوم العدد، وشنو هو الحاجه اللي يجوز ناكلوها ويحرم علينا نبيعوها؟ هو الخنزير حرام نبيعوه، لانما وجعلناهم قرائد وخنازير، ربي كيف الصوره قلت القوري بامنك يقدر يقول لك انا نذبح وندير، ونقول له احنا لا ربي حرمه في الدين تاعنا، وناس هذو عباد سخطهم الله، ونعرفوا باللي حاجه اللي حلال هي اللي تصلح الجرة، واللي جايه من البيضة. بارك الله فيك، هي ما كانتش حاجه صح. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الجمل ثاني حلال يصلح الجرة، وفيه فوائد ايضا، وفيه فوائد، ولكن كي تاكلوا لازم من بعد تتوضا وتصلي. نعم بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نشكرك جزيل الشكر على المحاولة الإجابة، حاول أنه يجيب الإجابة صحيحة، لكن الأخ الكريم شوف باش تعرف الإجابة الصحيحة وشنو علاش ربي سبحانه كاين أنه يجوز حاجة ناكلوها ويحرموا علينا بيعها، تسمع الإجابة الصحيحة الكاملة إن شاء الله في هذا العدد، تابع هذا العدد إن شاء الله وراح تسمع الإجابة الصحيحة. مشاهدينا الكرام، أما أنتم تابعوا هذا العدد ومع مشاركين آخرين إن شاء الله. فاصل ونواصل. نعود إليكم مجددا مشاهدينا الكرام ومع برنامجكم وكلوا واشربوا ومع مشاركينا آخرين في هذا العدد. مرحبا بك. بيو بيك إن شاء الله. مرحبا بكم هنا في المدينة. مرحبا بكم الجنة إن شاء الله. جميل إن شاء الله. واسمك الأخ؟ خليفي نور الدين. خليفي نور الدين. خليفي نور الدين ترك من أصل سكان هذا المدينة. نعم. الله نعم. يبارك. احنا السؤال تاعنا الأخ الكريم تاع السؤال تاع العدد اليوم، وشنو هي الحاجة التي يجوز لنا أكلوها، يعني حلال علينا ناكلوها وحرام علينا نبيعوها؟ على حسب ما نعرف انا، على حسب ما نعرف ناكلوا كل شيء، الغزال تاكل، العود تاكل، كاينين بصح من غير الكلاب، لانه ربي سبحانه وش قال؟ واحل لكم الطيبات. نعم نعم، هذاك شي باين، الكلاب والقطط ما ياكلوهمش انا. نعم. هذوك ينباعوا، خاطر كاين بزاف يبيعوا الكلاب يبيعوا القطط، باينين شي باين. بصح حاجه واحده اخرى هذا واش نعرف انا بقى. نعم معليش، بارك الله فيك، انت باش تعرف ثاني الاجابه، تشطر الاجابه صحيحه، تبع هذا العدد ان شاء الله وراح تسمع. نزيدوا شخص اخر. مرحبا بك. الله يسلمك خويا، مرحبا بك. اسمك الاخ؟ زين الدين. اسمك الاخ؟ زين الدين، من حاج جلول زين الدين. الله يبارك ما شاء الله اخ زين الدين. تسكن هنا في البليده؟ تسكن هنا في شارع الباب، في زنقه الباب، انا غير من هنا. الله يبارك، تخدم هنايا؟ نخدم هنايا. الله يبارك ما شاء الله، ربي يوفقك ان شاء الله. امين. احنا سؤالتنا تاع العدد تاع اليوم وشنو هو؟ السؤال تاعنا انه حاجه يجوز لنا ان ناكلوا ان ناكلوها ويحرم علينا نبيعوها، وشنو هذه؟ حاجه يالله اعلم، هي لحم الاضحيه، لحم الايه. الله يبارك. تعرف علاش ربي سبحانه يجوز علينا ناكلوها؟ كش ما تعرف هكذا دليل ولا آية ولا حديث؟ انا ما عنديش حديث، انا منكم صغار اللي ناكلوها ناكلوها، واللي تصدق تصدق. بارك الله فيك. بارك بارك الله فيك. باش تعرفوا الإجابة الصحيحة الكاملة بحول الله تعالى، تابعوا هذه الحلقة وتابعوا هذا العدد، ربي يبارك فيكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، تابعوا هذا العدد إن شاء الله مع مشاركينا آخرين. أقول لكم فاصل ونواصل. بارك الله فيك. نعود إليكم مجددا مشاهدينا الكرام من سوق حي العتيق بمدينة البليدة، ومع آخر مشارك معنا في هذا البرنامج، برنامجكم وكلوا واشربوا. مرحبا بك الأستاذ. أهلا وسهلا بكم انتم كذلك، وأنا متشرف. نحن نتشرف بكم أيضا. واسمك الأستاذ؟ ركيز بالقاسم. ركيز بالقاسم، مرحبا بك مرة أخرى. تسكن هنا في البليدة؟ نعم. الله يبارك. احنا سؤالنا تاع العدد تاع اليوم هو وشنو هو الحاجة اللي أو الطعام، أو نقول الطعام، أنه هذا الطعام أنه يجوز لنا أكله ويحرم علينا بيعه؟ نعم، وشنو هو هذا؟ وهو الأضحية، الأضحية تاع عيد الكبير.
لان فيها الصدقه لابد يعني واجب على المسلم اللي ضحي يصدق يعني يصدق من هذا الثلث يقولوا ما يقولوا نعم إيه. هذه اللي على بالنا بها نعم هي الأضحية نعم صحيح الإجابة كانت صحيحة هي الأضحية أنه الإنسان يجوز له أن يأكل هذا اللحم وأيضا يتصدق به وأيضا أنه يحرم عليه بيعها نعم بارك الله فيك ربي جزيك والإجابة كانت صحيحة وراك فزت معنا إن شاء الله في هذا العدد مشاهدينا الكرام للاستماع للإجابة الصحيحة الكاملة بعد الفاصل نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام الإجابة الصحيحة هي كالتالي الطعام الذي يجوز أكله ويحرم بيعه هو الأضحية لماذا؟ لأن الأضحية هذه ربي سبحانه يتقرب بها الإنسان لله عز وجل يقول الله تعالى في كتابه الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالأضحية أن الإنسان يأكل منها ويحرم بيعها أو أيضا يتصدق بها أيضا يحرم بيع جلودها أيضا الإنسان الجلد تاعه ما يبيعهاش يتصدق به أو يدير كيفاش يتصرف به فهذه هي هو سؤال وأيضا لغز بارك الله فيكم نسأل الله تعالى أن يحفظ وأن يحفظ الأستاذ الكريم كلمة أخيرة في هذا البرنامج كان لي شرف كبير خاصة فيما يخص السؤال تاع سؤال ديني هذا السن ديني لغز ثاني داخل في يعني على عواشير الوقت على عواشير نتقربوا لربي بزاف من درك نقربوا اذا كان كنت هونا في هذا الوقت درك مشاهدينا الكرام اقول لكم دائما انه في ان شاء الله راح تكون هديه وهديه كبيره ان شاء الله للفائز اللي هو فائز واحد ينجح معنا في العدد الاخير من هذا البرنامج برنامجكم وكلوا واشربوا هذه الجائزة هي عمرة وزيارة إلى البقاع المقدسة بحول الله تعالى تابعونا في أعداد جديدة وفي أسئلة كثيرة أيضا إن شاء الله أقول لكم ختاما صح فطوركم والسلام عليكم